نحن بننتج معقمات وفق معايير منظمة الصحة العالمية. طبعا بدينا العمل، اول خطوه اللي كانت خلط المواد مع بعض، المواد اللي كانت الايثانول والهيدروجين بروكسيد والجلسرين والماء المقطر، خلطها وبعدين التعبئه، يعبون يوصلون لعند اللي يقفلون الاغطيه، يقفلون العلب، قفلها، وبعدين التلصيق، وكذا يكون المنتج جاهز. وشاركت طلاب الصيدله جامعه حضرموت في المكلا لانتاج 10,000 عبوه، سيتم توزيعها في وادي حضرموت. طبعا معروف ان المعقمات واحد من اهم الاشياء اللي بتمنع انتشار الفيروس. طبعا فيروس كورونا اثر على العالم كامل، فعلى الدول المتقدمه اثر، فانت ما بالك باليمن. اثر عليه سلبيا بانه قفل كل مناحي الحياه، حدث شلل في كل الحياه. فالجامعات زي ما احنا طلاب اصلا، تقفلت الجامعات، المدارس، المساجد. في العمل هنا عندك حاجة تلاقيها هنا، حاجة تلاقيها في أماكن ثانية، الأماكن ثانية تلقى مواصلات ما في، يعني تحس إنه ما في كل شيء متوفر في نفس المكان.